عالجماعة يا جماعه شني حوالكم اني بشرة واليوم جيت باش نخرف لكم خرافه بديت لكم فيها شويه وقت عملنا لك الكيو ان اي على انستغرام وجبدنا على القرايه كل شيء وقلت لكم نعمل لكم عليها اون فيديو سيباري اللي هي كيفاش وعلاش ان فان كونت خرجت نقرا لبرا وماذا حدث يا ترى دونك هذا الفيديو obviously سوف être une expérience personnelle qui m'est arrivée شنو الانتيغي نحكي لكم على حاجه بيرسونيل اول حاجه حقتها اكسبليك دي اوبينيون كو جي او ابري سيت اكسبيريانس ثاني حاجه ça pourrait vous aider on sait jamais donc إذا كان عندكم برشا تابعوا فيها راكم تعرفوا لي اني j'ai pas passé un bac tunisien j'ai passé un bac français en 3e année secondaire نتاعي وبالباك هذايا خرجت نقرا ميدسين في فرنسا باهي كيفاش بدات حكايه الباك فرونسي اني عملت البروميير ان شاركت في ان بروغرام ديشانج اسمه ليس بروغرام ليس بروغرام هذا شنو يتمثل مثل في انك تمشي عام امريكيه تعيش مع فاميليتك تقرا في هاي سكول امريكيه اكسيتيرا كان نحبوا نعملوا فيديو على ليس بروغرام وحده نعملوا فيديو على ليس بروغرام اي دوكو العام هذايا في تونس نخسروه معناها ما تحسبش في قرايتنا اني عامتها معناتها عندي صحاب من المانيا من ارمينيا من بوسنيا من مصر من فيلبين من اندونيسيا من برشا بلايص في العالم وفي بلدانهم كيف يروحوا لليسي نتاعهم سواء ياخذوا بعين الاعتبار شنو لي ماتيغ اللي قراوهم في الهاي سكول في امريكا وشنو مدى صعوبيتهم والا العام ما يخسروش شي جمله واحده احنا في تونس بالبلدان القلائل اللي العام هذايا ما يتحسبش كومبليتمون لا شنو قريت لا شنو عملت لا حتى شيء وكي تروح اوتوماتيكمون خسرت العام طبيعه اني قبل ما نمشي في بالي لاني باش نخسر عام ومي بارون في بالهم لاني باش نخسر عام اي بورتون مشيت على خاطر opportunity golden وما تتعاودش مش كيما نسافر واني وقتها عمري ميم با 16 ans كيما نسافر واني عمري 30 ولا 40 اي بالحق سيتي اكسبيريونس دو ما في وما ندمش عليها حتى نهار في حياتي وابخي طول العام هذاك خسرته اونتر غيومي على خاطر ربحت فيه 1000 1000 1000 حاجه نحكي يوم كان عملنا فيديو على انستغرام كيما قلت لكم ذاك اي دوكو كيف روحت من العام هذاك من ليشانج خلت نقرا دوزيام اني سكوندير وقت لي صحابي اللي قدي واللي قراو معايا كوليج وليسي دخلوا يقراو ثوازيام اني سكوندير كيف روحت بابا جبد لي على الباك فرونسي ونذكر وقتها هو ديدو ما يعرفش برشا حاجات قال لي هاكا امشي اسال كان تحب و سي سا تو بلي الونزي عديها علاش لا مشيت اني سالت وبتبت على اليمين وعلى اليسار يا اخي نلقى انه معناتها سا سباس اون كانديداتور ليبر في تونس في تونس العاصمه معناتها فما شكون في ليسي نتاعي وفي معناتها دي ليسي اخرين يعديو اون كانديداتور ليبر ويخرجوا عم ثوازيام اني نتاعهم يقراو برا وبرشا عباد معناتها طلعت نعرفهم من قبل معدين وكل شيء يا اخي ضربت لي في مخي اني قلت انت علاش لين عندي وكان جي بي نخرج نقرا البرا ونرجع العام هذا هو اللي خسرته في ليشانج عجبتني الحكايه مع عندي قلت له بابا تفهمنا وعملت لك الانسكريبسيون الخوزع بالي هذيك الكل دخلت نقرا ايتود في البروميير بارتي عديت لا بروميير بارتي جي اي دي تري بون نوت بعد لي ما انت كي فات لا بروميير بارتي اللي هي جوست فرونسي اكري اورال جيت لا دوزيام بارتي اللي هي لي زوت ماتيير اللي حق الباك معناتها فرونسي مش فرونسي عاد فيزيك مات سيونس سوار جيو فيلو كل شيء وقت اني كي فات لا بروميير بارتي و جي سيف و باش نتعدى دوزيام بارتي و باش نتعدى تخوازيام مات اون بلوس جي كومونسي افير اون ريفليكسيون قلت توا اني باش ندخل على عام بوم بوم دون بار تخوازيام مات اللي هي ديجا سي اون سيكسيون اسي اكزيجونت وعام اسي اكزيجون معناتها وحده ليزي اني جو في افوار سو باك ا كوتي افيك توت سي ماتيير سيانتيفيك توت سي ماتيير ليتيرير اي ان بروغرام بار انتيير معناتها وقرايه وحده وتحضير وحده ابار انه اني نحب نقعد اكتيف معناتها في حاجات اللي نحبهم نحب نقعد نمشي لديزيفينمون سلام نحب نقعد نطالع نحب نقعد نعمل ترافاي اسوسياتيف وكل شيء قلت سافا اتر تري دور اي دونك قبل ما جو مو لونس في الحكايه هذيا لازمني نعرف اسكو جو فو فريمون معناتها شنو الحاجه اللي نحب نوصل لها وشنو ما بين الحاجات هذوما الكل اللي باش يعاوني نخلط الغادي اذا كان حاجه مش باش توصلني الجولز نتاعي مش باش تعاوني معناتها نهار اخر زايد نعمل فيها اي جي اي سي ديسكوسيون مع بارون قلت لهم معناتها يا جماعه راه عام الجاي صعيب على الاخر باش يبدا قلت لهم راهو لي زيتود الحقيقه نتاع الباك فرونسي راه سون تري شير برشا معناتها دي فاكتور اللي يخليوك تخمم معناتها نعملها ولا ما نعملهاش معناتها سي با اوسي فاسيل دو سو لانسي كوم سا معناتها مش نحب نعدي باك فرونسي لانزي قلت لهم اسكو نتوما عندكم بروجي بور موا اسكو ناويين تخرجوني كيف نجيب بالباهي اسكو تحبوني لا نقعد عام الباك نتاعي ونعدي زاد ان باك تونيزيا اسكو نعمل كيما 100000 واحد عدى البروميير بارتي ومن بعد ما صحلوش ولا ما نجمش وبطل وما عدش لا دوزيام بارتي اشنو وقعوا لكم وقعدنا نحكي 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 وقالوا لي راهو احنا معناتها الحقيقه ما ضابينا تقعد تعدي الباك فرونسي وتقعد تعدي الباك تونيزيا واني اي بوك زاد كنت نحب
نقعد نعدي باك في تونس, وكنت نحب نقعد نقرا عام اخر مع اصحابي ونعدي باك وكل شيء. قالوا لي ما يهمكش في ليزيت, نعرفوك كابابيان, نعرفوك تنجمها, ليزي عدي كي خرجت بيه تقرا لبرا. قالوا لي بصراحه احنا بوغ لو مومون انا با لي مويان غير من نعطيوك امل ماهوش واقعي وكل شيء. كان خرجت لبرا خرجت, كان ما خرجتش سي ان بلوس في سي في نتاعك, سي ان بلوس دون طون باركور, سي اون اكسبيريونس ديجا اكسيلونت. وتفهمنا كيكا دونك اقتنعت معناتها اني وتخقرا عام هذاك سي تي اون اني معناتها ليزي. انت تقرا في القرايات هذوما الكل اللي حكيتهم لكم ليزي, يافي بلان دو جون اللي يحكيوا لي في حكايات متعاكسة. عبيت تقول لي رادة فرنسية زي تعدي فيه وراك تعب في روحك وراك تلهي في روحك على قرايتك, ويقولوا لك دون فاسون تري بليسانت. عندها يجي يقول لك انت طالع في وقتك وفهمت علاش تعمل هكا في روحك وما تحكي منك وانت خاطر ما بسألت على رايوه. ويجيك واحد يقول لك راهو كي تعدي باك فرنسية تنجح مليح راك تاخذ بورس وتخرج تقرا لبرا ودرا شنو. يجي واحد يقول لك راهو الباك فرنسي تنجم تدخل فيه في لورينتاسيون نتاع الباك في تونس. يجي واحد يقول لك راهو تنجم تعمل اون اكيفالونس طون باك فرنسي وتدخل تقرا في تونس طون بروبليم. الصباح واحد يحكي لك حكايه, العشيه واحد يحكي لك حكايه عكسها. واني وقتها جيتي تري ستريسي, جيتي تري فيلنيرابل براتيكمون. اي واحد يحكي لي حكايه نصدقها طول ونبني عليها مستقبل. المشكله انه العباد هذوما سيتي ميم با دي جون كي سون دون لو دومين انتر غيمي, معناتها عباد من كل مكان, عباد في ليسي, بروفيت في ليسي, بروفيت في الفاك اللي بجاب ليسي, اصحاب بابا, اصحاب ماما, اصحاب ام وبو اصحابي, واصحاب ام وبو اصحابي, وعباد كنقابلهم مره في العام يجي يقولوا لي حكايه. دوكو هذاك اللي نلقى تكرا في تونس فيت على خاطر ديما تلقاه موضوع ما عندوش بيه حتى جرام معناتها معرفه وحتى جرام المام. والاوز يقول لك حكايه يحكي معاك هكا بخضر عينه في عينك وبطريقه مقنعه, ما انت تقول هذا اقرا لي من القران المنزل توا ويدخلك في حيط الاوز يخسا. او اني وقتها بنيت الامل انه اني باش ناخذ الباك بالبي وباش نعمل اكيفالونس في وزاره التعليم العالي في تونس وباش ندخل نقرا في تونس, وحابين ندخل نقرا في فاكولتي دو ميديسين دو تونس. صحيح هو كانت برشا روايات من كل مكان نسمع فيها, اما عاد عندي بصيص الامل هذاك وقعدت نقرا عام كامل على الاساس هذاك. عدينا الباك 1806 وكل شيء وفرحت وبدات رحله التلويج على كيفالونس مع وزاره التعليم العالي. وقتها اني عامتها جافي ان كروب داني الحق لوف, خاطر اذا كان ما جيناش احنا مع بعضنا راهو ما نجمناش روايحنا كل واحد وحده, اللي هما اني واحمد وهارون ووسيم. بالحق وقتها on était presque plus ou moins tous dans la même situation, tous dans la même confusion, le désespoir, le stress et le tourmentum. We found each other, we were there for each other معناتها the whole time. يعاد كي جا وقت الباك مشيت اني واحمد زار التعليم العالي بي اون فالو بي تو سكي, تقعد تستنى 3 سوايع في الشمس واخرج لبرا اقعد لداخل يبكيش عليك في لاكوي ويبداو معناتها يعيطوا عليك سيتي. جا الوقت جينا دورنا طلعنا تقروا لاني لا في قسم المعادلات في الوزاره. وقتها it was what we call rush hour معناتها العشرة لحداش لا بلوبار دي جون شبداو يقضوا في شغلهم وقتها. انت تمشي تلقى شتا البيروات فارغه, شنو نعملوا شنو نعملوا؟ عرضنا راجل صباح الخير احنا هكا 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 مشيو لفلانه. مشينا دخلنا البيرو, المراه قاعده في كرسي ملحفه مخده تقول دخلت البيت النوم معناتها مش البيرو. صباح الخير احنا سوم دو زيليف دون ان ليسي بيلوت, انا باسي ان باك فرونسي ان كانديداتور ليبرو, اون سي دوموندي كيفاش نجمو نعملو اون ايكيفالونس باش نقرا في اون فاك تونيزيان. ما فماش ايكيفالونس, كان ماكش تقرا في ليسي اجنبي ما فماش ايكيفالونس. مدام اسمعنا ساعة يا اخي, انتوما مش لجنة المعادلات, لجنة مش تاخد دي دوسيي ديفيرون دو بيرسون ديفيرونت شاكون ايون ان باركور سبيسيال ان باركور اونيك يغزل له الدوسيي هذا تشوف هالبيرسون تستحق سيت ايكيفالونس ولا علاش تقول لي ما تعطيش دوسي من الاول معناتها ما فماش ما فماش. وحاسين انت تجي تحكي ويقول ما فماش ما نعرفش ما نخدمش ما نديرش ما نعرفش على البلاصة. قلنا لها شنو المشكلة معناتها في الباركور نتاعنا علاش ما نجموش ناخذو كيفالونس؟ قالت لازمكم عام في ليسي اجنبي. اموا قالين عام في ليسي اجنبي, قلنا لها تحب عام في ليسي اجنبي انت؟ انا قرينا عام في امريكا وعنا هاي سكول جراديويشن هذا اللي بيك. لا لا ما نجمش. حاسيلو سكرت في وشنا الباك وما ربحنا شي روحنا هكاكا. كي حكيت لبابا وماما قالوا لي لا انت ما عرفتش تحكي معاها ولا ما ادري شنو. قلت لهم باهي مشيو انتم مشيو. ils ont eu exactement la même réponse. هكاك عيطت عليهم قالت لهم ما فماش منه, وهزوا لها دوسي وهزوا لها اوراقي الكل تصوروا في بالكم الكل. اني وقتها جيتي تري انتريغي ودخلت معناتها لسيت الوزاره وقعدت نقرا في القوانين والفصول نتاع ليكيفالونس وكل شيء. نلقى روحي بالحق جو بي هذوك لي كونديسيون. رجعت لها وقتها فهمت انه سي حكايه بدون على الاخر وانه جوج ما يحبوش يخدموا خدمتهم كوم يلفو. على خاطر جبدت لي سبب اخر علاش ما نجمش ناخذ ايكيفالونس. صح علاش انه لازمني عام في ليسي اجنبي. قالت لي لازمك عندك شكون البرا ولا
نعرف شنو حكايه حوله كومبليتمون. حبت قالت لي ما تجيبناش دوسيي ما تعطينيش دوسيي. اون فان كونت اني صححت راسي وعملت دوسيي كومبلي وهزيتو وعطيتو معناتها للوزاره. كي قلت له وقتاش يحضر وقتاش تحضر ليكيفالونس قال لي في اكتوبر. مش باش نقعد نظهر لي مكتف يدي نستنى في ليكيفالونس الوزاره في اكتوبر خاطر بخيتو جوي سيغ كو سي ان رونديفو عرب ومادام قال لي في اكتوبر راهو في ديسمبر باش يحضر باش تحضر ليكيفالونس. ماما كشفتني هكاك قالت لي انت قريت وتعبت العام هذاك بالرسمي عندها عام صعيب 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 على الاخر وقالت زايد تقعد تورمونت وقت السيتياسيون هذه وتستنى في باك اخر سكره في وجهك معناتها في تونس وكل شيء. زي مادامك عامله ابي بي امشي للفاك بتاعك في فرنسا كل عام وعام وربي يجيب القسم كيما نقولوها. وشو سخيت toujours reconnaissante les gestes de maman alors que je savais j'avais pas vraiment un grand espoir dans mes charges journées alors que je connais après tout la situation de ma famille on a appris à nager mais on nage moins nage et pourtant charges journées je suis satisfaite de ce choix je suis satisfaite de ce que j'ai fait à ma prétoire qui était comme l'arcadie pour savoir que après la phase de vie l'expérience de vie les arrêts les حق وليت نتنرفز كي نسمع حد يقول لا ولادنا خارجين لبرا وخيرنا مش لغيرنا وزي وش بكم كل هالبين من تونس و45% و60% و30% خارج وهربين وما نعرف شنو ومقعد فيها شيء تونس. انت راهو كيش توصل لحاجة متعلقة بمستقبلك كيش توصل الخدمة ولا القراية ولا الدبلوم راهو كل واحد باش يخمم في روحه كل واحد باش يخمم يمشي للبلاصة اللي تساعده للبلاصة اللي تقبله واللي تحتضنه ايتترا. انت الحاجة دي ما لقيتهاش في بلادك واني راهو اكزامبل بسيط معناتها ام خيتو اني كنت نجم نقعد عادي باك تونسي ندخل نقرا فاسيلمون في باك في فاك تونسي. اما شوفوا 100,000 اكزامبل اخرى متاع دي ستوديون متاع دي زيليف تونس تحسها طرت فيهم ما تخزلهمش كي ان باركور سبيسيال ما تخزلهمش كي اون بيرسون سبيسيال اللي عملت حاجات سبيسيال دون سا في لا تخزلهم كي نوامر كي قطيع معناتها متاع بقا. اون فيت بور موا سي سكي في لا ديفيرونس انتر بلاد متقدمه الزهره وبلاد مازالت ليش هي معناتها على خاطر البلاد المتقدمه تخزر للمواطن كانسان ككائن بشري يستحق قرايه باهيه يستحق خدمه باهيه يستحق يحقق حلمته يستحق ماء وضوء ودواء متوفر في الفارماسي يستحق يرتاح من الخدمه يستحق ترفيه يستحق ثقافه يستحق ويستحق ويستحق. تشوفوا ككائن بشري ما يستاهلش انه يقعد يستنى ساعه في الشمس باش تحل لي داره وما يستاهلش انه يقعد ساعتين في الصف باش كي يوصل تقول له ارجع قدوه. في بلاد متخلفه وفي بلاد مازال توالي المواطن ما عندوش اعتبار مواطن درجه ثانيه عادي ما فماش ما وضو وعادي ما فماش في الفارماسي وعادي يقرا ما يخرج ديبلوم. فما ديجا تاويك ان اتيديون في دونتير معناتها اللي دوبلو على خاطر تي بي فوالا. هذا هو الفرق هاني اني جيت لهوني وقريت هوني توا في السي لا دوزيام اني ونشوف الفا كيفاش تعامل لي اتيديون ونشوف الدوله والسيستم والاداره كيفاش يعامل المواطن. وهذا هو اللي يعمل الحسره والاسف في قلبي كي نذكر كيفاش في تونس احنا نعاملوا المواطنين ونعاملوا الاستوديو ونعاملوا الشباب. تحبوا يقعد الشباب اعطيه قدره اعطيه كارو سيتو فوالا سيتي لا مورال تاع الخرافه اللي خرفتها لكم. جيسبر كو عجبتكم الخرافه وعجبتكم الحكايه وجيسبر كو عاونتكم. اذا كان عندكم دي زانيكدوت دو سو جون احكيوهم لنا في لي كومونتير. اذا كان عندكم قصص مع وزارة التعليم العالي ولا مع قسم المعادلات نتاع وزارة التعليم العالي احكيوهم لنا. اي بان فوالا سي تو سكو جي فولو دير ظهر لي يقول لي كاو. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديده وراني قاعده نخر في الفيديو على خاطرني نعمل في ستاج تويكا وستاج هذا قاتلني 8 سوايع على شي لي كل نهار لازم ما تتمنى سواء عادي في السبيطار لازم كي نروح بالحق نلقى روحي دق شك شوكا وما نجمش نعمل حاجه كبيره كهو. بيزو 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 نتلاقاو قريبا جدا. باي باي.